عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم في القناة الموندو دي كريمة غلوتين فري. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الخبز الفرنسي أو يسمى باغيت أو باريزيان. غادي نعملو بشار ميكس بي، وغادي نعملو بالدقيق الخالي من الغلوتين ديال المايس او دقيق الذره. بسم الله نبدا على بركه الله. هاد العجين غادي يكون ان شاء الله غادي نعمل فيه معلقه كبيره ديال زريعه الكتان او بذور الكتان. غادي نطحنها في الماكينه البنات، نطحنها وغادي نضيفها للدقيق. وعندي هنا خميرة خبز من فئة 10 غرام. عندي الحبوب هنا غادا نديرهم للتزيين النهائي ديال هاد لي باغيت. عندي هنا زريعة الكتان، عندي نوار الشمس، عندي زريعة القرع الأحمر. صراحة كيجيو رائعين بهم وكيجيو الداد. دابا غادا نذوب خميرة الخبز من فئة 10 غرام، وغادا نضيف عليها السكر ملعقه كبيره ونخليها تتفاعل لي. بالنسبه لدقيق الذره غادي ناخذ زلافه منه وغادا نغربلها ضروري. ومن بعد غادا ناخد الدقيق الخالي من الجلوتين. غادا نستعمل مارك شار ميكس بي. كيف ما كتشوفوا هنا دي الطريقه ديال الاحتفاظ ديالي يعني بالدقيق الخالي من الجلوتين. كنعملهم في هاد القنينات الكبار باش يجيوني ساهلين في الاستعمال. غادا نغربل، ضروري نخلو الدقيق البنات الزلافه الاولى وغدا ناخذ الزلافه الثانيه. وانا ضروري كيف ما كتشوفوا هنا اي دقيق تنكتب عليه الاسم ديالو كيف ما كتشوفوا هنا ميكس بي. هذه الزلافه الثانيه غدا حتى هي نغربلها. من بعد ما كملت التغربيل طبيعة الحال غدا ناخد الماء الدافئ باش غنعجن هاد الخبز الفرنسي. وغدا نضيف هنايا كيف ما قلت لكم بذور الكتان، انا نطحنتها هنا الخميرة من بعد ما تفاعلت ليا غدا نضيفها هنا في هاد القنينة اللي كتشوفوا هنايا. عندي هنا الدقيق الكامل ولكن ما غداش نستعمله. غدا نضيف الملح الكافي ومن بعد غدا نبدا نعجن، لاني انا اليوم بغيت نخدم هاد الخبز الفرنسي كل اساس ديالو دقيق الذرة. كنبدا نضيف في الماء بشويه بشويه. نبقاو مستمرين حتى نجمعوا هاد العجين اللي عندنا. وغندير واحد الاضافه البنات الا وهي زيت الزيتون، غادي نضيفها في الاخير. من بعد ما جمعنا العجين وحصلنا على هذا القوام كيف ما كتشوفوا كيلتصق باليد، غادي نضيف معلقه كبيره ديال
زيت الزيتون انتوما صافي، وغنخلي هاد الكميه ديال الزيت تندمج لي مع العجين. صافي هذه هي المرحله الاخيره، من بعد غادي نفزك يدي بالماء باش نجمع هاد الخليط ونخليه يختمر واحد الساعه. البنات دائما كندير هكا يدي في الماء، كنحيد هذيك العجينه اللي لاصقه لي في اليد. نتوما راك عارفين يعني الدقيق ديالنا شويه حساس. صافي دابا من جمعت غادي نغطيه بواحد البلاستيك وندير عليه منديل ونخليه يختمر، من بعد نرجع معاكم. هانتوما تشوفوا العجين كيف اختمر ضعف الحجم ديالو. غادا ناخد زيت زيتون، وعندي دقيق خالي من الجلوتين، وعندي حبوب نرشو الدقيق ونحاولوا ناخدو كمية لا بأس بها بدون فك. هذه ملاحظة البنات، بدون فك الخميرة نلفوها على هاد الشكل، وحنا كنرشو الدقيق حتى ناخدو شكل باغيت. انا درت معكم دابا الاولى، غادي نوضعها في الصينيه، نحاول ناخد نفس الحجم اللي خديت في الاول، ننزلو العجين ديالنا على هذا الشكل. في الاول ما درتش الحبوب، ولكن دابا غادي نديرهم البنات. هانتوما نحاولوا ما نعملوش الدقيق بزاف باش يلصق معانا الحبوب، غير بهذه الطريقه فقط. وهنا نعاود نرشو القليل من الدقيق. صافي غادا ننزلها في الطاوة على هذا الشكل، ناخد الباقيطة الثالثة ونلف على هذا الشكل، ناخد القليل من الحبوب باش يلصق معايا. غادي ننزل الباقيط ديالي طاوة، نحاول هانتوما البنات نحاول نقاد لي باقيط ديالي باش يجيني حجم واحد. هذه الاولى اللي كنت خدمت معاكم، كنت في الاول ما درتش لها الحبوب، ولكن دابا غنحاول ننزل فيها القليل بهذا الشكل. صافي وغادا نوضعها في الطاوله. كيف ما كتشوفوا هنا عندي الباقيط ديالي مختمر، غادا غير في الحب السكين وغادا ندخله مباشره للفرن باش يطيب. دابا نقاد لي باقيط ديالي على هذا الشكل هانتوما بهذه الطريقه فقط. من بعد ما فلحته كنعاود نضغط عليه باش هذوك الفلحات يعني كيتحلوا عاود. هانتوما البنات غير على هذا الشكل، نحاولوا حتى هذوك الفلحات نزلوا ليهم القليل من الحبوب اللي كانوا شاطوا لينا بهذا الشكل فقط، حتى هو كيجي الشكل ديالهم بصراحه كيجي جميل. دابا غادي ندخلوا الطاوه ديالتنا الفران، ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه ديال الخبز الفرنسي الخالي من الجلوتين. البنات هالخبيز هادو كنشطت ليه هاد الوحيده، عملت هاد باغيطه صغيره، هانتوما كيف ما كتشوفوا كانت تجربه رائعه ما شاء الله. غادي نوضع لكم هاد الخبيز هنا على طاوله العمل وشوفوا النتيجه بعينيكم.
وغدا نقطع لكم وحيده وتشوفوا انتم البنات شفتوا يعني الثقب كاين في الخبز باش تعرفوا بان راه النتيجه جيده. والصراحه راهكم تعملوا ساندويتش ليكم ولوليداتكم السلياكيين، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي الجميع ان شاء الله. هانتوما هانتوما البنات شوفوا خبيز كيجا جا زوين وجا رطب. يمكن لكم تقطعوا قطع صغيره وتحتفظوا به في المجمد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات وتعملوا اشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش بتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولي لايك البنات، لي لايك والبارتاج حتى ترموا الفائده على الجميع. وهانتوما كيف ما كتشوفوا بعينيكم خبيز جا زوين وجا ارطب، خبز باغيت الفرنسي هانتوما كيف ما كتشوفوا. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من الوصفات الخاليه من الجلوتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.